إذن ينضم إلينا الآن لمزيد من التفاصيل عبر الهاتف المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا. ونحن نتحدث عن الحوار الوطني، دعنا نتحدث عن أبرز التحديات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما هي؟ وبعد ذلك نريد أن نعرف المزيد أيضا من التفاصيل عن الحلول المطروحة حتى الآن. مساء الخير أولا. طبعا وجود حوار بالطريقة اللي احنا شفناها امبارح دي، ده بالنسبة لنا حاجة طيبة جدا جدا. الكل الحقيقة كان بيتكلم اللي جواه، كلنا مصريين وكلنا لنا هدف واحد، ان الدولة مصر دي تبقى احسن دولة في الدنيا، وتقدر تبقى احسن دولة في الدنيا فعلا. نعم. يعني ان عندك ما يكفي من المؤهلات لهذا الموضوع. كلنا قلنا اللي جوانا وقلناه بصورة شفافة لأقصى درجة. وقلنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، عندنا حاجات إيجابية، عندنا حاجات إيجابية. طب ازاي نكبر الايجابي ونقلل المشاكل؟ هي ده المفهوم العام للحوار، لان في للاسف ده الهدف الرئيسي من الحوار، يعني او ابرز البنود الذي يقام عليها الحوار. لان انا بقول لك للاسف في ناس بتاخد الكلام وتختزله او تحطه في صوره غير المفهوم بتاعه، ايا كان، عشان ما نقعدش بقى ما هو ده هيحصل وهيحصل وهيحصل. دلوقتي هي الفكره كلها، احنا قدمنا اجنده واضحه للمعالم بتقول نمره واحد لابد من تحديد اولويات الصناعه. انا طبعا هتكلم على الصناعه لان ده الشغل بتاعي. نعم. يعني ايه اولويات الصناعه؟ يعني النهارده عشان تخشي في كل الصناعه وتديها حوافز او مزايا ده صعب جدا. انما ممكن تختاري مجال او مجالين او ثلاثه، ودول يتم التركيز عليهم. وليكن مثلا صناعه الاساس، صناعه التكستايل، صناعه ايا كان. ونيجي نقول والله هذه الثلاث صناعات دول الدولة المصرية مركزة على دول وهتدي حوافز في الحتة دي للي هيشتغل في الموضوع ده. دي أول بند. ده مش معناها إن أنا أسيب بقية أنواع الصناعة، بس ده معناها إن أنا مركز على دول. نعم. نمرة اثنين، إحنا فعلاً عندنا أزمة في الأراضي المرفقة، والنهارده الترسيخ بقى مكلف لأقصى درجة. قدمنا حل إن إحنا أوريدي عندنا 50% من المناطق الصناعية شاغرة. فيوم ومرفقة طبعاً. ويمكن إعادة استغلالها مع الاتفاق مع حائزيها. يعني واحد عنده مصنع مستعمل نصه ونصه التاني فاضي، طب يا سيدي أنت ممكن تعمل نشاط تاني، أو أجيب لك حد يعمل نشاط تاني أو كلام ده، بحيث نحل أزمة الأراضي، لأن أنت محتاجة النهاردة عشان تضعفي النشاط الصناعي يبقى محتاجة بكرة الصبح ضعف الأراضي اللي موجودة، وده شيء طبعا ما فيش دولة في الدنيا تقدر تعمله. تحتاج بنية تحتية وتجهيزات حتى يتم إقامة مشروعات عليها. بالظبط. وفيري كوست، التكلفة بقت مهولة. إنما اللي عندك موجود دلوقتي في بنية موجودة وعندك مصانع موجودة بس مش مستغلة بالصورة الكاملة. يبقى لازم يتم عشان أحل الأزمة دي فورا. نعم. نمرة ثلاثة، حين تحديد أولويات نقدر نخش منها على أيتمز. يعني إيه أيتمز؟ يعني أجزاء. يعني أنا قررت النهاردة مثلا أركز على صناعة الأجهزة المنزلية، ومصر مشهورة بصناعة الأجهزة المنزلية فعلا وعندنا مصانع محترمة. عايزين بقى نزود نسبة التصنيع المحلي فيها. خلاص، يبقى أنا هحولها لأجزاء، هذه الأجزاء أقدر أجيب لها المكن بالتعاون مع بنوك تنمية الصادرات الصينية وليكن. والله يتعمل تحالف ما بيننا وبينهم أو اتفاق، أنتوا هتوردوا المكن وهيتم دفعه بالصورة الفلانية. نعم. نمرة أربعة، وجود قسم للار ان دي. يعني ايه قسم الار ان دي؟ النهارده المودلز بتتغير، الاشكال بتتغير، عشان انقل للمصنع المتوسط والصغير العالم بيبص ازاي ويفكر ازاي. ده مش مكانه، ده محتاج سيستم قوي يقول له خد بالك ان البنطلونات النهارده الموضه بتاعتها بقت كده، قط السفره بقت على اساس مين اللي هيقوم بهذه المهمه يا فندم؟ الدوله. نعم. وزارة التجارة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة. هي اللي بتنقل، لأن هي اللي عندها الإمكانية، عندها ملحقين تجاريين بره، عندها ليها أذرع خارج الدولة، تقدر تنقل هذا الكلام للمصنع المصري. تقول له خد بالك الموديلات دي بطلت بره، ما تكملهاش. نعم. تبالك؟ ده وجود الآر إن دي، بحيث تقدري في الآخر بعد كل هذا الكلام يبقى عندك بقى إيه فعلاً؟ أنتِ مميزة في حاجة.
طيب خلينا نرجع للنقاط اللي حضرتك ذكرتها، ويمكن أول نقطة تحديدا هي اللي أنا عايزة أتوقف عندها. ما حضرتك قلت إن لزيادة الصناعة المصرية أو المجالات وكفاءة الصناعة المصرية محتاجين إن يبقى في دعم لعدد من المجالات المتعلقة بالصناعة. على أي أساس من الممكن أن يتم تحديد أنواع الصناعات التي سيتم دعمها أو التركيز عليها؟ الصناعات التي لديها ميزة نسبية بالنسبة لي، بمعنى لو جيت النهاردة تتكلمي مصر مشهورة بإيه؟ لا، مصر مشهورة بالموبيليا، مصر مشهورة بالنسيج، مصر مشهورة في حاجات كتيرة موجودة في مصر. تقدر النهاردة تيجي تقولي والله أنا لو ركزت في الحتة دي وبذلت فيها مجهود شوية، لا ده أنا مش هبدأ من الصفر، ده أنا بادي وعندي بيز. خدت بالك؟ قد يكون خامات موجودة، وإن كان أنا ما لا أرى إن الخامات بقت مشكلة، لأن الخامات النهاردة بقت ليها سعر عالمي وما بقتش مشكلة إنها تتنقل من حتة لحتة خلاص. بس الميزة النسبية اللي عندك موجودة، انت عندك فيه ناس حرفيين موجودين، عندك طاقة رخيصة. لو مثلا بتعملي نشاط في الطاقة مكون رئيسي، انت عندك الطاقة النهاردة هنا في مصر المليون واحدة حوالي 5 دولار، اوروبا 30 دولار، فاهمة؟ 6 أضعاف الفرق. نعم. عندك العامل المصري أرخص، استغلال المواد الخام الموجودة بسعر بسعر منخفض التي هي موجودة في مصر يقام عليها صناعات، إذن يكون المكسب كبير. صحيح. ربعت نفسي بره طبعا. نعم. طيب خلينا نرجع تاني يا باشمهندس، لان بما ان حضرتك كمان رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه، دعنا نتحدث عن المشروعات الصغيره والمتوسطه تحديدا. ابرز المشكلات، غير موضوع الاطلاع على المتطلبات الجديده او الموضه الجديده زي ما حضرتك قلتها، ابرز الامور الاخرى او التحديات الاخرى التي تواجه هذه الصناعات. المعلومه، بمعنى النهارده عشان شاب، انت طبعا احنا لما بنتكلم في مشروعات صغيره متوسطه يعني معناها بنتكلم ناس بقى لها مثلا 5 سنين أو 10 سنين شغاله ويقرر يعمل مشروع لنفسه. خلاص، المعلومات اللي بتتوفر لديه عن ما تستخدمه الدوله المصريه بالتفصيل مش متاحه قوي. انت عايزه النهارده تيجي تقول خد بالك مصر بتستورد مثلا مليون شاحن موبايل، والشاحن بيقف علينا بكذا، والمكنة اللي بتعمله أهي. في اللقطة دي أنت تدي له معلومات كاملة تمكنه من أنه ياخد خطوة، لأنه عارف أنت بتستوردي قد إيه. أنه خدي بالك برضو إحنا لما بيجي لنا مستثمرين بره من بره بيقول لك أنا بقارن أستثمر في مصر ولا هنا ولا هنا ولا هنا، بنقول له إحنا بنسأله بنقول له طب أنت شايف ليه تستثمر في مصر؟ يقول لك نمرة واحد آمن، منطقة آمنة جدا الحمد لله، نمرة اثنين عندك طاقة، نمرة ثلاثة عندك سوق، احنا سوق ضخم، مستهلك ضخم، ونافذة ضخمة، عندك المزايا اللي تقدري النهاردة وانت قاعد كده تقولي والله 1 2 3 4 انا عندي الميت جزء دول ولا الالف جزء دول يا شباب انا بستوردهم. نعم. طيب بالطريقه دي نعم. طيب بما ان حضرتك ذكرت ان المعلومه من ضمن النقاط الهامه جدا حتى يتم الاستثمار بشكل اكبر في المشروعات الصغيره والمتوسطه، مبادره ابدا كيف من الممكن ان تكون لاعبه لدور فيما يتعلق بالمشروعات الصغيره والمتوسطه؟ وايضا كان هناك حوار بالامس عن هذه المبادره، او شاركت ايضا هذه المبادره في هذه الحوارات. انا عضو مجلس ابدا. نعم. ابدأ هي مبادرة رئاسية الهدف منها تذليل معوقات الصناعة أو الاستثمار وتوجيه المستثمرين سواء كبير أو صغير للمشاريع اللي بتحتاجها الدولة. نعم. خلاص، بس مهما كان ابدأ عددها، ابدأ طبعا لما بدأت ما كانتش متوقعة هذا الزخم اللي هيحصل والضغط الرهيب اللي موجود دلوقتي. فأنا وجهة نظري ابدأ، زراعة موجودة وفاعلة ومنتجة، إنما أنت محتاجة سيستم بقى كامل. نعم. يبقى في ابدأ وفي فلان وفي اكس وفي واي، بس كله يمشي في نفس النمط. آخر نقطة عايز أقولها لحضرتك فضل. منتهى الأهمية، النهاردة لا أحد ينكر دور الحكومة والوزارات المختلفة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بس في مشكلة هنا. إيه هي؟ ان كل واحد بيشتغل من وجهة نظره. مش غلط، بس ممكن الوجهة دي ما تتفقش مع دي ما تتفقش مع دي. لابد من وجود اب روحي لهذه المشروعات.
هذا الاب يملك كافه الصلاحيات. لما تيجي النهارده حضرتك عايز تعملي مشروع وتقول انا عايزه فلوس، يقول لك والله اللي بيدي فلوس 1 2 3. طيب لما تيجي تقول انا عايزه مكنه هيقول لك 1 2 3. طيب باشمهندس علاء، اسمح لي في هذا السؤال، وحضرتك رئيس اتحاد المستثمرين الخاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، ما الدور ايضا الذي يقوم به الاتحاد؟ الاتحاد هي جمعيه اهليه خلاص غير هادفه للربح، وبتعمل من تبرعات اعضائها. نعم. فاذا امكانياتها الماليه هي امكانيات محدوده. فالاتحاد دوره الوحيد انه بيدي توصيات. الاتحاد ليس جهه تنفيذيه. يعني من الممكن ان يكون عنصر مساعد فيما يتعلق بنقطه المعلومات. لو ملك المعلومات طبعا، بس خدي بالك برضه لو ملك المساعده في التنفيذ طبيعي هيبقى ليه دور اكبر 100%. انما الجهات التنفيذيه مش الاتحاد. الاتحاد يدي معلومه صح، بس خدي بالك برضه مين يقدر يدي معلومه اكثر دقه؟ انا كاتحاد ولا الجمارك وهي بتستورد؟ نعم اكيد الجمارك وهي بتستورد. نعم نعم، يعني اكيد الاتحاد واي اتحاد موجود في مصر بيدي بيحاول يبذل اقصى ما يمكن عشان يحقق لاعضائه ويحقق للدوله المصالح المطلوبه. انما طبعا دوره ما يقدرش ياخد دور اكتر من كده، والا يبقى بنحمل موضوع مش بتاعه ما يعرفش يعمله، ممكن يخش اخطاء. نعم نعم، وضحت الفكره. مهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه، جزيل الشكر لحضرتك.